أيضا العلماء تكلموا في وقت الاعتكاف، فمنهم من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في العشر الأواخر، ومنهم من ذهب إلى أن الاعتكاف يكون في كل رمضان ويكون في العشر الأواخر وفيما دونها من الشهر. ومن العلماء من ذهب إلى أن الاعتكاف يصح ولو لساعة، والذي عليه الأكثر ورجحه كثير من المحققين أن الاعتكاف يصح في غير العشر الأواخر، ولكن أقل الاعتكاف يوم، قالوا لأن الأصل في الاعتكاف أنه في وقت الصيام، فأقل ما يمكن أن يصوم فيه الإنسان هو يوم واحد. والصحيح أن الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، وأنه يصح ولو كان في يوم وليلة أو في يوم، ولكن أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، وأفضله الاعتكاف في العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان وفي العشر الوسطى، ثم اعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، وقيل أنه في السنة التي توفي فيها اعتكف 20 ليلة بدءا من العشر الوسطى والعشر الأواخر من رمضان.